عسلامة وأهلا وسهلا باللي يشوفوني لأول مرة. نرحب بكم في القناة متاعي، إن شاء الله يا ربي مضمونها يكون يفيد الجميع، وديما ديما نجيب معايا جديد. مع حلول فصل الشتاء وجاب معاه برشا برد، اوتوماتيكمون باش يجي التعب ويجي برشا امراض. لطف عليكم ان شاء الله، ولكن معناتها الجريب والسعال وكل الحاجات هذيك الطبيعيه اللي تجينا ديما مع البرد لازم نلقاو لها حلول باش نقاوموا البرد هذايا. بالطبيعه ديما تحليل من المستحسن انكم تعملوه حتى ولو كان ما كنتوش مرضى، نشوفوا الفيتامينات اللي ناقصه في البدن نتاعنا باش نحاولوا نكملوها بالمكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه هذه نجم يعطيها لكم الطبيب، كما تنجموا تلقاوها زادة في لي ماغازان كما دي ام اللي تقدم فريمون منتجات رخيصة برشا وبجودة عالية. انا ديما نشري من عندهم الفيتامينات اللي تشوفوا فيهم توا، كما الكالسيوم، الملتي فيتامين والفيتامين سي، يعاونوني برشا. قرص واحد في النهار مش اكثر، يعطوني معناتها قوة باش نقاوم التعب اللي ممكن ينتج عليه البرد وتغيير الطقس واكسترا. فما زادة نلقاو الأقراص اللي يجيو كما هكايا هذوما، والباكي نتاعو هذايا فيه مجموعة من الفيتامينات في قرص واحد من غير معناتها ما نشريو او ما ناخذو برشا اقراص في تابلت كيما هكايا. ديما نذكر واحد في النهار يكفي بالغرض. هذوما موجودين في ديام بسوم رخيص برشا ومعناتها ما نفعو برشا. للناس اللي تعاني من تشققات في الجلد متاعهم، تساقط الشعر، بشرة شاحبة، كل هذه ناتج حتى يمكن البرد زادة يزيد يأثر على بشرتنا وعلى شعرنا، ديكو نستحسن نزيدو ناخذو فيتامينات ومكملات غذائية تعاوننا، كما الأوميغا 3 كما الفيتامين E اللي موجودين في ديام واللي أسوامهم تعتبر رخيصة بارابور للفارماسي ولا البلايس الأخرين. هذوما تنجموا تاخذوهم عن طريق الفم مع يعني مع الماء، مع شرب الماء، أو أنه الأقراص هذية نخلطوها في وصفات طبيعية لماسك للشعر ولا للبشرة. بالطبيعة ما تنساوش ديما ومن غير حتى فصل الشتاء انه ناكلوا معناتها غذاء متوازن اللي يكون فيه 5 خضار 5 فواكه، نشربوا برشا ماء، ناخذوا البروتين المناسب لوزننا واللي يساعدنا في اليوم، ونعملوا برشا سبور ونشربوا برشا 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 ماء باش نكونوا في صحة جيدة وباش حتى نقاوموا انه معناتها ما نمرضوش وما نتيحوش معناتها التعبين فيسع ونكونوا في حالة ارهاق شديدة. ان شاء الله يا رب يكون اعجبكم المحتوى متاع الفيديو هذية، ولو كان عندكم اقتراحات ما تنسيوش تخليوها لي في التعليقات متاعكم، ويا رب ان شاء الله تكونوا بألف خير ورب يحميكم من كل شر. بسلامة.